يسعد جمالك، بعرف انه جمالي هز الاردن هز وهز الوطن العربي. جمالي يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. النهاردة حديثنا في حلقتنا عن شاب اشتهر بصموده في مقاومة المرض، لم يشتهر فقط بوسامته أو جماله. حديثنا النهاردة في حلقتنا عن أيمن العلي، ملك جمال الأردن كما لقبه. النهاردة هنعرف مع بعض مين اللي لقبه باللقب ده، والرسالة الأخيرة لأيمن، إيه أمنية أيمن اللي ما تحققتش، وإيه أكتر حاجة عملها وندم عليها في حياته. الكل في مصر والوطن العربي تأثر بوفاة أيمن، وليس ذلك بسبب وسامته، ولكن بسبب طموحه، بسبب حب الناس ليه. بيتابع على الانستجرام تقريبا 1,000,000 شخص، وده بسبب فيديوهاته اللي دايما بينزلها وبيبث فيها روح الإيجابية للعالم كله. اشتهر بحبه للسفر، بحبه للتفاعل مع الجمهور، الكل هنا حبه جدا وتعاطف مع الجمهور أكتر وأكتر من ساعة ما أعلن عن مرضه. ليس بسبب وسامته، تعاطفه معاه بسبب صموده وروحه الإيجابية، بالرغم أنه هو كان مريض لكن كان بيبث الروح الإيجابية في كل جمهوره. ولكل المرضى كان ملهم ليهم ان هم يقاوموا اي مرض بيعانوه منه. تعالوا مع بعض النهارده نسمع ونتعرف اكتر على ايمن العلي. طبعا في بدايه الفيديو قبل ما نسمعه بنتوجه بخالص التعازي لاسرته ولكل اهل الاردن. تعالوا مع بعض نشوف موضوع ايمن العلي وكل تفاصيل حياته ولحظاته الاخيره. هنشوف هنا قد ايه والدته متاثره وكمان والده. تعالوا نسمع ونشوف كلامهم عن ايمن. ربنا ايش اخذ وضعته، شو بدنا نعمل؟ أصعب يوم بحياتي مر علي، فقدت إشي غالي علي. الشغل الوحيد اللي تندم عليه. أما الشيء الوحيد اللي ندم عليه أيمن هيقوله لنا دلوقتي ابن عمه. تعالوا نسمع ونشوف. لها أيمن إنه نزل الصورة تاعته على السوشيال ميديا، والمقصود هنا هي الصورة دي، صورته هو بتعالج في أيامه الأخيرة. الشيء ده أحزنه جدا، وده لأن الجمهور هنا بدأوا بقى يقولوا إن أيمن توفى، والموضوع ده كان مؤثر جدا بالنسبة له. فحس بالندم، كان عايز يسيب في ذاكرة الجمهور شكله هو وسيم قبل فترة مرضه. جنازة أيمن كانت جنازة مهيبة الكل شارك فيها. أيمن شارك العالم كله في رحلته المؤلمة وفي مقاومته لمرض السرطان. عانى أيمن من مرض نادر، المرض ده يعتبر من أشرس سرطانات المعدة، لكن كان عنده أمل وتفاؤل إنه يقدر يقاوم المرض ده، وخصوصا بمساعدة والدته، والدته اللي كانت الداعم الأول ليه في رحلة مرضه. إنسان طيب، الكل إيش بحبه وهو بحب العالم كلها، وبحب يضل رحلات وطلعات ونزلات، شو بدي أحكي أكتر من هيك؟ بس أهم إشي إنه الناس كلها إيش تدعي له وتترحم عليه، والله يرحمه. ربنا إيش أخذ وضعته، شو بدنا نعمل؟ الحمد لله، الله يرحمه يا رب ويغفر له ويرحم جميع أمواتنا المسلمين يا رب. يوم أصعب يوم بحياتي مر علي، مش عارف شو أقول لك، يعني هو أني أعبر لك أو أحكي لك، ما صعب جدا أحكي لك قد ما أنا يعني فقدت إشي غالي علي. يعني كان بداية حياته وبداية مشواره وشاب أول عمره لسه، شو بدي أحكي؟ هو طبيعته يعني كان يقاوم، يعني ما يحس في الألم ولا يحس في مرض، من طبيعته كان يحب يظل يغامر يطلع ويعمل لقاءات ويعمل يعني مع الناس مقابلات، يعمل يعني هو طبيعته هيك، مع أنه متألم بيكون ويكون متوجع ولكن ينسى الألم، كان يطلع ويعمل كل شيء ما يسأل. حتى في المستشفى يعني هو تعبان كان برضه يتابع، بس المرض أصعب منه، كان أصعب أكثر منه، يعني ما قدر يقاوم بعدها. آخر فيديو نزله أيمن على صفحته كان قبل ما يموت بيومين، وحرص فيه على دعم أطفال غزة. تعالوا نشوف عمل لهم إيه قبل ما يتوفى، وهم كمان كانوا بيدعولوا بإيه. أيمن قال يا رب يشفيك إن شاء الله يا حبيبي، لي هذا وزبان الطعام في مزيحة اليوم، بريد شفائك إن شاء الله من مرض السرطان، ربنا يشفيك إن شاء الله.
هو كان يرفع معنويتنا، يعني هو اللي كان يعني يزيدنا معنوي يرفع معنويتنا، وأنا كذا وأنا كويس وأنتوا تزعلوش وأنا، فالحمد لله رب العالمين. يعني في آخر لحظاته كان دائما يعني مبتسم، دائما يعني يحب طيبة للناس، يحب السلام للناس، فالله يرحمه. رغم أنه آخر فترة يمكن أبالغ أنه آخر 3 أشهر ما نام فيه نهائيا، يعني نوم ما كان يعني يجي، فكنا ليل نهار سهرانين معه. تعذب كثير أيمن، تعب كثير، يعني هذا اللي خفف علينا شوي. لا هي مصيبة، يعني مصيبة وكارثة. يعني أيمن كان نوارة عندنا في البيت، يعني شعور لا يوصف، يعني شعور لا يوصف، لا مش لا أيمن ولعائلته، شعور لا يوصف لكل الأردنيين، لأن أيمن كان محبوب من كل الأردنيين. الحمد لله أيمن كان رضى والدين، كان بيعرف رب العالمين على آخر سرير بالشفاء لإله، كان بيعرف رب العالمين، وكان بيقرأ قرآن وهو بيرتل، بيقدرش يحرك شفايفه، بيقدرش يحرك شفايفه آخر 10 أيام، ويرتل ويسمع القرآن ويتشهد، فالله يرحمه واسع رحمته يا الله. أيمن بالفترة الأخيرة إذا يعني تستغرب إنه حكالي إنه بندم إنه يوما ما يعني ظهر على السوشيال ميديا وصار مشهور، ما بعرف ليش حكالي هيك، إنما حكالي إنه هي زي ما إلها محاسنها إلها مساوئها، بس أنا من أجمل محاسنها شفت إنه العالم والناس يعني كيف كانت متكاتفة وكيف كانت مشاعر. وشفنا بنفسنا إن أيمن ندم جدا على الظهور على السوشيال ميديا، وده لأنه كان بيفتخر دايما بجماله، وطبعا كلنا عارفين إن العين حق، ومليون المية إن أيمن اتحسد، لدرجة إن هو لما نزل فيديو قبل ما يعيا كان بيقول فيه إن هو جماله هز الوطن العربي كله. كتب له أحد المتابعين: عندك المال والجمال والشهرة، عاوز إيه تاني؟ وطبعا هنا زي ما شفته. وده يخلينا أقول لكم لما نشوف شيء جميل ما نتمناش زوال النعمة من صاحبها، ونقول ما شاء الله تبارك الرحمن. شعرها نبيل اتجاهه، كنت مرافقه من بداية مرضه، يعني جلسات الكيماوي اللي كان يأخذها بالمركز والعيادات لما كان يدخل على الدكتور إشي زي هيك، فكنت مرافقه. الفترة الأخيرة هو تعب أيمن، يعني ما بننكر أنه انتصر على المرض إشي أكيد، لكن مشيئة الله يعني قدرت أنه يعني يصير اللي صار، والحمد لله على كل شيء. الشغلة الوحيدة اللي تندم عليها أيمن أنه نزل الصورة تاعته على السوشيال ميديا، وهو بنص الشيء، لأنه هو صارت نوعا من نوع الإزعاج إله من ناحيته، هو ما بينكر إنه الناس كانت تحبه. قبل شهر ونص كان عندي أوجاع في منطقة البطن، تشخصت وطلع عندي. لكن اللي صار إنه أغلب الناس صارت بدها تيجي عليه وهو بحاجة لراحة. امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو تعكس محطات حياة أيمن من لحظات تألقه كملك. رب الناس أذهب عن حبيبنا أيمن الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اشفيه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا يرحمه ويصبر أهله ويجعل كل ذرة ألم حس بيها في ميزان حسناته. بشكركم جدا لحسن مشاهدة الفيديو.